دانت وزارة الخارجية المصرية تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مؤكدة إنها تنطوي على حقد وتعبر عن مواصلة احتضانه لتنظيم الإخوان الإرهابي ومناصرته على حد قوله. ردت وزارة الخارجية المصرية في بيان على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقمة العربية الأوروبية التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ بمصر، وأكد البيان أن تصريحات أردوغان تنطوي على الحقد وتعبر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها. جاء ذلك على لسان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وقال حافظ إن مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من اقترف حبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحفيا وعاملا بالمجال الإعلامي، وتشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 70,000 معتقل سياسي داخل تركيا. وأضاف المتحدث أنه تم فصل أكثر من 130,000 موظف تعسفيا من وظائفهم الحكومية ومصادرة أكثر من 3,000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية. وتابع: خلال الأسبوعين الماضيين فقط تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وأصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحفيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحكم الصادر مؤخرا ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية وعدد من الصحفيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن الحكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والكرد. وخلص إلى أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي. من جانبه دافع الرئيس المصري عن حقوق الإنسان في بلاده، وقال إن عقوبة الأعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة. وانعقدت في منتجع شرم الشيخ المصري القمة العربية الأوروبية، حيث واصلت تركيا هجومها الشديد على المشاركين من بوابة إعدام مصر للمجرمين الذين تمت إدانتهم بجريمة اغتيال النائب العام المصري قبل حوالي 4 سنوات، والذين ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وهو التنظيم الذي يتبناه ويدعمه بشكل واضح أردوغان وحزبه الحاكم. ألم يحن الوقت للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب؟ ودعا الرئيس المصري في افتتاح القمة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب. المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين كان قد وجه بدوره انتقادات شديدة اللهجة إلى زعماء الدول المشاركين في أول قمة مشتركة للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في شرم الشيخ المصرية. وسبق أن هاجم الرئيس التركي نظيره المصري قبيل قمة شرم الشيخ لإعدام عشرات الأشخاص في البلاد منذ توليه مقاليد الحكم وفقا لادعاءات أردوغان. والحديث أكثر مشاهدينا حول هذا المحور، يسعدني أن أرحب بضيفي من لندن الأستاذ خالد مصطفى، إعلامي متخصص في الشأن الأوروبي. أستاذ خالد مساء الخير. أستاذ خالد مصطفى مساء الخير. مساء النور صديقي العزيز. أهلا بك أستاذ خالد. هذا السجال الذي جرى بين مصر وتركيا، اتهامات متبادلة وتصريح وبيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية، برأيكم ما أسباب تهجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مصر؟ في البداية لا توجد اتهامات متبادلة، اتهامات أحادية الجانب فقط من الرئيس التركي الذي يمتلئ غلا وحقدا من الإدارة المصرية ومن المصريين، لأن مصر في 30 يونيو حطمت كل أحلام الخلافة للخليفة العثماني المزعوم. الخلاف بين مصر وتركيا أعتقد أنه له 4 محاور. المحور الأول هو تطلع تركيا للغاز المصري في البحر المتوسط. المحور الثاني هو احتضان تركيا للجماعة الإرهابية منذ تولي حزب الحرية، حزب العدالة والتنمية التركي أبان رجب أربكان.
المحور الثالث هو التدخل السافر للنظام التركي في شؤون بعض الدول العربية الصغيرة. المحور الرابع هو بالتأكيد التطاول المستمر والغير والذي ليس له أي رد من القيادة المصرية، وتهكم القيادة التركية على القيادة المصرية بوازع من الغل والحقد المتواصل، لأن زي ما قلت لحضرتك أن القيادة المصرية والشعب المصري هو من حطم حلم الخليفة العثماني في 30 يونيو، وأبعد جماعة الإخوان الإرهابية عن مصر. لو تطرقنا للمحور الأول، المحور الأول بالنسبة للصراع على الغاز في البحر المتوسط، هذه المشكلة ظهرت على السطح منذ 5 سنوات فقط، عندما بدأت اكتشافات الغاز المصرية تلوح في الأفق. زاد أمور سوء في العلاقة ما بين تركيا ومصر هو التدخل التركي السافر، لأن الغاز ظهر على سبيل المثال الذي ينتج 30 تريليون قطم مكعب ويحتل مساحة 100 كيلو متر مربع في البحر الأبيض المتوسط، هو داخل حدود المياه الإقليمية المصرية وليس له أي علاقة بحدود المياه الإقليمية التركية. وحاولت بعض القطع البحرية أن تقترب من الحدود البحرية المصرية، ولكن اصطدمت بالفعل بالبحرية المصرية وتراجعت. المحور الثاني هو عندما صعد حزب التنمية والعدالة التركي للحكم أيام رجب أربكان، بدأ يحتضن جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم العالمي للإخوان، وبدأت الأسواق التركية والشركات والمصانع تحدث نوع من الشراكة الازدواجية في الشراكة الاقتصادية، حتى وصل استثمار جماعة الإخوان المسلمين ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي فقط داخل الأراضي التركية. بالإضافة بعد 30 يونيو الإخوان التركية احتضنت جزء كبير من التنظيم الدولي للإخوان، احتضن أغلب المعارضين السياسيين وما يسمى بالنشطاء السياسيين الجهلة، ولا زالت أستاذ خالد لحتى هذه اللحظة، وفتحت لهم أبواب إعلامية عديدة يتهجموا على مصر يوميا، وليس فقط تصريحات رجب طيب أردوغان. المحور الثالث هو التدخل السافر للإدارة التركية في بعض الشؤون للدول العربية الصغيرة. إذا اعتبرت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن هناك تطاول من دولة صغيرة مثل قطر، احتضنت قطر تركيا. عندما ترى السعودية ومصر والبحرين والإمارات أن هناك انتهاكات إيرانية في المنطقة، يذهب رجب طيب أردوغان إلى إيران وكأنه يتعامل مع القادة العرب بنظام الشريك المخالف. النقطة الرابعة اللي هو بصددها يعني لقائنا اليوم هو التطاول المستمر على القادة المصريين، ودعني يعني أذكرك وأذكر نفسي وأذكر جميع المشاهدين أن رجب طيب أردوغان يتطاول على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2013، وحتى هذه اللحظة التي أنا معك فيها الآن على الهواء لم يذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اسم رجب طيب أردوغان، لم يتطاول عليه، لم يرد عليه، وهذا ما يشعل القرار أو يشعل الكيان لدى رجب طيب أردوغان، لأنه تصطدم كل أحقادي وكل طموحاتي في التطاول على شخص رئيس عبد الفتاح السيسي عرض الحائط، لا أحد في مصر يتحدث أو يرد عليه إلا بعد أن تحدثت بعض الأبواق الإعلامية المصرية وطلبت من الخارجية أن ترد، فالخارجية ردت بمستندات يمكن شملها تقرير حضرتك قبل لقاء ثواني، أن رجب طيب أردوغان لديه ليس فقط 175 ألف معتقل في السجون التركية، هم يتعدوا 360 ألف، وليس 70 ألف معتقل سياسي، يتعدوا 125 ألف معتقل سياسي. 1400 اللي اعتقلهم الأسبوعين الماضيين من جماعة الحريات المدنية. فرجب طيب أردوغان لا يتحدث عن حقوق الإنسان، لا يتحدث عن حكم الإعدام، فسجونه ممتلئة أستاذ خالد ذكرتني بالمثل المصري القائل اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بالطوب. رجب طيب أردوغان إزاز فعلا. خليني أسألك عن موضوع مآلات وانعكاسات هذا التوتر
التركي المصري الحاصل على المنطقة، وفيما يتعلق أيضا بموضوع الغاز الذي أشرت حضرتك إليه، هل ستكون بداية شرارة لمواجهة عسكرية تتطور إلى مواجهة عسكرية بين البلدين أستاذ خالد؟ رجب طيب أردوغان يعلم تماما ويعرف مقدرة مصر ومقدرة الجيش المصري، فهو ليس مجنونا أن يخطو خطوة أو تطول أو تطال مهاتراته أكثر من ذلك. رجب طيب أردوغان فقط يرفع يديه ليقول رابعة نعم، مناصرا للإخوان المسلمين. رجب طيب أردوغان يتحدث وكأنه يتحدث على مقهى لأحد أصدقائه. كل أحاديث رجب طيب أردوغان ليست لها أي مردود سياسي لدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بدليل أن الرئاسة لم ترد عليه حتى هذه اللحظة، والدليل أنه أن الرئاسة يعني تنظر له على أن تصريحاته كلها تصريحات جوفاء لكنها تخلو من الحقد والغل نظراً لإيه؟ نظراً للتقدم المصري. يعني حضرتك من لحظات عرضت بعض من تقريرك عن القمة الأوروبية العربية، وهي القمة التاريخية الأولى في تاريخ المنطقة العربية. أوروبا الآن تتألم من ويلات الإرهاب، ورجب طيب أردوغان يحتضن 308 بريطانيين متشددين نزحوا من سوريا والعراق ويحتضنهم الآن في أنقرة، وهناك ضغوط من المخابرات البريطانية وأجهزة الأمن البريطانية على الإدارة التركية بأن هؤلاء المتشددين لا يخرجون لأي دولة أوروبية. رجب طيب أردوغان حاول أن يفعل ما يفعل في منطقة شمال شرق الفرات وشمال شرق سوريا حتى لا يخرج المعتقلين المتشددين من سجون الأكراد في شمال شرق سوريا، لأن هو متفرط بنسبة كبيرة جدا مع عدد كبير من هذه العناصر، بالإضافة إلى دعمه الكامل لجماعة الإخوان المنبوذة المرفوضة من الشرق مصر والعرب. طيب أستاذ خالد، سؤال أخير أختم معك المحور، برأيكم في ظل هذا التوتر والأجواء المتوترة بين مصر وتركيا، هل ستمنع مصر وهل هي تستطيع بالفعل منع تركيا عن تنقيب على الغاز في دعنا نقول شرق المتوسط أستاذ خالد؟ ممكن حضرتك تعيد السؤال تاني؟ تكرم عينك. قلت لك في ظل هذه الأجواء المتوترة هل بالفعل مصر ستقوم بمنع تركيا عن التنقيب عن الغاز والثروات الطبيعية في شرق المتوسط؟ تركيا تنقب عن الثروات وعن الغاز وعن البترول في محيطها الإقليمي. مصر لا تستطيع أن تمنع دولة تبحث عن ثرواتها في محيطها الإقليمي وفي مياهها الدولية، ولكن مصر ستمنع أي دولة مهما كان شأنها أن تقترب من الحدود البحرية المصرية. الموضوع ما يعني ليس به أي نوع من أنواع الهزل أو الهزار زي ما بنقول في مصر. مصر لديها اكتشافات ضخمة في البحر المتوسط داخل حدودها أو داخل حدودها البحرية الإقليمية، ولا يجرؤ أي شخص في العالم ولا أي دولة في العالم أن تقترب من الحدود البحرية المصرية. نعم، ضيفي من لندن الأستاذ خالد مصطفى، إعلامي متخصص في الشأن الأوروبي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا موعدنا يتجدد على رأس الساعة.